الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، يا عبرة المؤمنين، يا رحمة الله الواسعة، ويا باب نجاة الأمة. غريب يا مظلوم كربلاء، ما خاب سيدي من تمسك بكم، أمنا من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بكاك دعاء ندبتكم مع العهد، وقد ملا نحيبي أيها المهدي. بكاك دعاء ندبتكم مع العهد، وقد ملا نحيبي أيها المهدي. متى تدعو لثار الضلع والخد، وتصلب من تجرى يقتل الزغرى. إمامي إن من يرضى لغى الباري، هوت والأرض شبت من لظى النار. شكت في ضلعها آلام مسماري، وفي أحشائها سقط قضى عصرا. وفي أحشائها سقط قضى عصرا. بعد شو يقول هذا الشاعر؟ لقد أدموا مقالة بضعة مني، فأمست سيدي محنية المتن. تنام وكفها تبقى على الأذن، ترى الدنيا ظلاما عينها الحمراء. تنام وكفها تبقى على الأذن، ترى الدنيا ظلاما عينها الحمراء. إلى ما الصبر يا ابن المصطفى أحمد، وذا عضد البتول كدملج أسود. بغصب سيدي أنفاسها تصعد، فتخفي الآه عن كرارها صبرا. بعد خيالا أصبحت جلدا على عظمي، تغير لونها من شدة الهضم. خيالا أصبحت جلدا على عظمي، تغير لونها من شدة الهضم. تصلي من جلوس في دجى الهمي، وتدعو الله أن قصر لي العمر. وتدعو الله أن قصر لي العمر. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. إذا يتذكر الأحبة وين وصلنا البارحة، قلنا أن للحب في ثقافة الإسلام مراتب أربعة. أعلى هذه المراتب مرتبة الحب التام، الحب التام اللي عبر عنه إمامنا الهادي العاشر في زيارة الجامعة الكبيرة: التامين في محبة الله. آل البيت تامين في محبة الله. وتكلمنا بمقدار ما عن هذه المرتبة في الواقع، وما يتبع هذه المرتبة من لوازم وآثار خطيرة بينا بعضها ليلة البارحة. أول شيء قلنا في ثقافة القرآن الكريم، رب العالمين مرة يحب خصلة يتصف بها الإنسان فيحبه لها، يحب الصابرين توابين إلى آخره. قلنا لقينا في القرآن الكريم لا، أكو مرة أخرى القرآن الكريم يعبر يحبهم ويحبونه. يحبهم
يعني مو كالقسم الأول يحبهم ويحبونه، مو يحب خصلة فيهم، يحبهم. جيد، هذا شيء كبير. وهذا هم نقلنا إلى موضوع آخر، إذا تذكرون البارحة موضوع فتحنا باب على موضوع، وهاي طبيعة الأبحاث الدينية هالشكل. علمني رسول الله 1000 باب من العلم، ينفتح لي من كل باب 1000 باب، يقول أمير المؤمنين عليه السلام. طريقة الأبحاث الدينية أبحاث انشطارية هالشكل هذا. هذا هم جرنا إلى قضية أخرى، إذا يتذكر هم الإخوة، حرمات ما أذكركم بهاي المعلومات، البارحة كان كثرة معلومات أكو أذكركم بها باختصار حتى ما تصير الأمور كلش هوسة يعني. هذا هم فتح عيوننا على مسألة أخرى، وهي أن لكمالية كل كمال صورتين كما بينا البارحة، قلنا كمال بواسطة وكمال من دون واسطة. الكمال بواسطة إنسان يتعلم مثلا، العلم بحد ذاته كمال، فلما يتعلم الإنسان يحصل على هذا الكمال، فإذا فارقه العلم أو الإيمان فارقه معه ذلك الكمال. وأكو كمال من دون واسطة ككمالية نفس العلم، نفس العلم هذا من دون واسطة، هو العلم كمال بذاته. زين، وهذا ربطناه بحب الله لآل البيت، حب الله لآل البيت عليهم السلام، مو كغيرهم، يحب المتوكلين صابرين، يحبهم، هم كمال. طبعا هسه هنا ما ادري اذا الاخوه يتذكرون شيء ما يتذكرون، حقيقه هذه ابحاث هواي مهمه اذا تلتفتوا لها. هنا اكو فد شيء دقيق، آل البيت عليهم السلام هم أهل الكمال، هم تجلي الكمال. شوفوا أكو حديث عن النبي مشهور رواه الخاص والعام، وفيه فاطمة، بالكم باعتبار كمال من دون واسطة يحبهم. أكو حديث مشهور رواه الخاص والعام بي فاطمة، أكو بالكم فكرة؟ لا لا، ما كمل من النساء إلا 4، ما كمل من النساء إلا 4، وسيدة الثلاثة الرابعة فاطمة عليه السلام، كاملة كمال من دون واسطة. هسه هذا ايش معنى ماكو كلام طويل عريض، انه كيف الزهراء اتصارت وليش الزهراء دون غيرها اتصارت حقيقه. يعني ما ادري الشباب لهم خلق هيك ابحاثي، واصلا يشوفون هذا قاعد يسولف بيه بطر وترف وش قاعد نضيع وقتنا بلاش، بس هو مهم هذا. ليش الزهراء اتصارت دون سواها؟ ايش معنى يعني ليش اتصارت دون سواها الزهراء؟ ليش يعني الزهراء هو امراه اخرى خلي تصير هيك؟ ليش الا الزهراء؟ ليش الزهراء أعطيت ما أعطيت دون سواها؟ طبعاً إيش راح تقول لي؟ راح تقول لي لقابليات في الزهراء، هاي القابليات ما موجودة شنو؟ ما موجودة في شنو؟ في غيرها. أكو قابليات عند الزهراء ما موجودة في غيرها، فاستلمت فيض أكثر من غيرها. أنا هم يجي سؤال ثاني، هاي القابلية منين إجت عند الزهراء ما جتي من غيرها؟ عند غيرها يعني، ليش هاي القابلية اللي كانت عند الزهراء ما كانت عند شنو؟ عند غيرها. طبعا اخواني شوفوا اقول لكم قضيه، ما ادري اذا كلش الاحبه يلتفتوا لي، كلش اريد يلتفتوا لي، يعني الحكي راح يصير شويه بعمق زايد، انا ما ودي ادخل بهالاعماق، بس هو مرات يجيني على المنبر ايش اسوي؟ انجبر، والا ما ودي ادخل كلش بهالاعماق، هاي خطره، كلش خطره الاعماق، كلش خطره. شوفوا اقول لكم قضيه، وهنا أنا مو فقط سائل يسال انه ليش الزهراء دون سواها، اصلا بامكانك، بإمكان كل شيء بهذا الوجود أن يسأل الله هذا السؤال. دباوعني، أنت الآن إنسان، كرمنا شنو؟ بني آدم. أنت مكرم على الحيوان وما مكرم؟ مكرم. الآن بإمكان الحيوان أن يسأل رب العالمين، يقول له ليش خلقتني حيوان وخلقت هذا شنو؟ إنسان وكرمت علي، خو أنا هم خلقني إنسان وكرمني. ما أدري بإمكان الحيوان أن يسأل له مو بإمكانه؟ والله بإمكانه.
يقول له هو أنا خلقت نفسي حيوان حتى تكرم الإنسان علي، لو أنت خلقت ذاك إنسان وهذا خلقته حيوان وكرمت علي، أخوي ليش ما خالقني إنسان حتى يشمني كرمنا مثلا؟ إلى حق يسأل يوم ما لحق يسأل. شي جاوب رب العالمين؟ يقول له أنا فياض. بس بابا علي بابا علي، يقول له أنا شنو؟ فياض. فيض ينقطع لو ما ينقطع؟ فيض الله ينقطع؟ ما ينقطع. أنا فيضي دائم، أنا فياض. شوف شوف شوفني شوف، أنا فياض، أنا فيضي أفيض على القوابل، يبقى القوابل شقد تأخذ من فيضي تصير بمقدار ما تأخذ. هذا القابل أخذ بمقدار أن يصير حيوان صار حيوان، ذاك القابل أخذ بمقدار أن يصير حجر صار شنو؟ حجر. هذا القابل أخذ بمقدار إنسان صار شنو؟ إنسان. فأنت شقد أخذت من الفيض راح تصير بمقدار شنو؟ أخذك من الفيض. القضية يمك، أنا فيضي نازل، أنت شقد تستلم من فيضي تصير بمقدار شنو؟ ما استلمت من الفيض. يجي سؤال أخطر وأعمق وأدق وأثقل ويحتاج إلى انتباه شديد شديد، أنه هاي يعني القابلية، قابلية هذا المخلوق أخذ هالقد، وقابلية ذاك المخلوق أخذ هالقد، قابلية ذاك المخلوق أخذ هالقد، وعلى أساس كل القابليات أو كل قابلية من هذه القابليات صار شيء. هنا القابليات رب العالمين خلاها متفوتة متفاوتة، لو القابليات بدرجة واحدة بس هي شقد تأخذ. لا تستعجل، لا تستعجل بالجواب، قاعد نسولف بأبحاث خطرة، بل خلوني أطرح السؤال بشكل آخر يمكن عفتوني وياي. خلوني أطرح السؤال بشكل آخر، يا رب العالمين هاي القابليات اللي استلمت من فيضك، وكل قابلية استلمت بمقدار ما استلمت صارت، هاي القابليات مخلوقة من قبلك؟ لا تستعجل، لا تجاوبني هنا، لا تجاوبني، يعني جواب صعب هنا، صعب. كبار العلماء هنا توقفوا، قضية مو في السهولة هاي، لا تجاوب بس استمع لي. هاي القابليات اللي استلمت الفيض مخلوقة من قبليك؟ يو شلون؟ إذا مخلوقة من قبليك وبحد معين، خو رجعنا لنفس المشكلة يوم ما رجعنا لنفس المشكلة؟ ها؟ خو رجعنا لنفس المشكلة، رجعنا لنفس المشكلة. خو انت هم خليت قابلية هذا بمقدار حيوان صار حيوان، خليت قابلية ذاك بمقدار إنسان صار شنو؟ صار إنسان. هاي القابليات شنو؟ مخلوقة. رب العالمين يقول هاي مجعولة، هاي شنو؟ مجعولة. ستقول لي شنو الفرق بين مخلوقة ومجعولة؟ أوضح لك، أوضح لك، بس باوع لي أوضح لك. هذا منبر لو مو منبر؟ منبر. خلي اتش عبر، منو صنعه خلقه؟ منو صنعه؟ نجار. فالمنبر مصنوع يا ما مصنوع؟ مصنوع، نجار صنعه، اتفقنا؟ لما صنع النجار المنبر صار الى يمين يا ما صار الى يمين؟ صار الى شمال يا ما صار الى شمال؟ صار الى امام يا ما صار الى امام؟ صار الى خلف يا ما صار الى خلف؟ النجار هو صنع الخلف واليمين والشمال والإمام؟ لو ذني جعلا بوجود المنبر، ماذا لسه؟ التفتت للفكرة شنو؟ ما التفتت. رب العالمين أوجد القابل وأفاض على القابل شنو؟ فيضه. يبقى قابلية القابل ومقدارها مجعولة، شقد هو يستلم من فيض الفاعل إش ما هو يصير؟ فالقضية خاضعة للجبر؟ لا، انتبهني.
زين خاضع للاختيار اللي يخرج الإنسان عن سلطان الله؟ لا، لا جبر لا تفويض، لا أشاعرة لا معتزلة، أمر بين الأمرين نعتقد في أتباع آل البيت عليهم السلام. على هذا الأساس أكو بعض الناس يعني هذا أخذ بمقدار حيوان صار حيوان، ذاك إنسان إنسان نفس الإنسان، أكو أخذ من الفيض بمقدار أكثر من غيره صار أفضل منه. باوعلي يا ممتحنة امتحنك الله الذي خلقك قبل أن يخلقك فوجدك لما امتحنك صابرة. غيرها هم وجدها بهذا المستوى يوم ما وجدها، ما وجدها جت العناية عليها أكثر من غيرها، صارت محل عناية الله أكثر من غيرها. فإذا القضية فوضوية لو خاضعة لمعايير، ها خاضعة لمعايير. أصلا أول دعاء الندبة لو تقروه، أول دعاء الندبة لو تقروه، بس أنا ما حافظ النص، أنه ما شرطت عليهم الزهد في درجات هذه، لا يقول وعلمت منهم، وعلمت منهم الوفاء، فمثلا قربتهم وأدنيتهم وكذا فهو أعطاهم بدون معايير. لو معايير معايير مولانا، هاي المعايير ما موجودة عند غيرهم، ولهذا اختصهم. اصطنعتك لنفسي، اصطنعتك لنفسي، شنو من آية هذه واقعا؟ اصطنعتك لنفسي ولتصنع على عيني كما يعبر القرآن الكريم، ولتصنع يعني على عنايتي، ولتصنع على عيني، اصطنعتك لنفسي. أي اصطناع هذا؟ ما تقول لي أي اصطناع هذا؟ اللي أئمتنا يقولون، الإمام علي بن نهج البلاغة يقول، وإمام آخر بالكافي الشريف الرواية موجودة، نحن صنائع الله، يعبر الإمام، نحن شنو؟ خو تقدر تقول لي يا ابن رسول الله تشاو بس انتو صنائع الله، تشاو احنا، تشاو احنا شنو؟ خو احنا هم صنائع الله. هو اذا على اصل الخلقه هو الكل كلها لله تعالى، بس لا، هاي نحن صنائع الله. شلون اصطنعتك لنفسي؟ يقول الموسى ولتصنع على عيني، يعني اكو عنايه خاصه انه صنائع الله، اكو عنايه، هاي العنايه بمعايير. واحنا استلمنا من الفيض اكثر من غيرنا. عندنا بالروايات الشريفه ليش فضل جدكم على العالمين؟ قالوا أول من قال بلى بعالم الذر، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. قالوا جدنا أول من قال بلى. أول من قال بلى معيار لو مو معيار؟ سبق الخلق السابقون، السابقون أولئك المقربون، القرآن الكريم يقول. أكو معايير، عدة معايير. اصطنعتك ولتصنع، نحن صنائع، خلقكم الله أنوارا فجعلكم بعرشه، زيارة الجامعة إمامنا الهادي، بعرشه محدقين حتى من علينا بكم فجعلكم في بيوت أذن الله أن ترفع. شنو هذا؟ نفس خلقة الزهراء لما ترجع إلى تجد العجب العجاب، نفس خلقة يا أخي دباوعلي، انعقاد نطفة الزهراء، انعقاد. مرة نتكلم عن خلقة، مرة نتكلم عن انعقاد نطفة، انعقاد نطفة متأخرة عن الخلقة. شوف العناية بالخلقة والعقاد النطفة، شوف العناية. يعني ترجع للروايات، أنا ما رجعت للروايات هذه، تجمع عن كل الزهراء من شنو مخلوقة انعقدت نطفتها، ما أدري 8 9 نسيت هسه، 8 9 دي كتاب راح يصدر عن الزهراء جامعهن بالجزئي والصفحة والروايات خالهن وكذا. مثلا لقيت هيك، اذا يلتفتوا للشباب الله يعزهم راح اقول كلام مهم، بس وين كان؟ تركنا مراتب الحب، وبعد عندي حكي اخر هم تركته، بس هي مواضيع حلوه. اقول لكم مثلا شيء اللي لقيته بالروايات، مثلا لقيت هاي اللي كلكم سامعيها وكلكم حافظيها، وانه الزهراء تفاحا عقدت نطفتها من شنو؟ من تفاح. هاي مثلا بالروايات، شيعه وغير شيعه قالوا هذا الشيء لا نقاش فيه.
بس التفاحة لا. لقيت بالروايات الشريفة فاطمة من سفرجل الجنة، سفرجلة النبي أعطي سفرجلة أكل منها صارت فاطمة. زين طبعا هسه هم أقول لكم قضية، الآن هذا المجلس لما راح ينزل مثلا بعض المدنيين يسمون أنفسهم مدنيين علمانيين راح يقول لك شوفوا شوفوا التخريف مال الشيعة، سفرجل وتفاح وتخريف هذا، شو يقول مثلا؟ أو حتى بعض المسلمين من غير أتباع آل البيت يقول مع أنه هذا وارد في كتبهم، أنا مسؤول عن كلامي، هذا وارد وين؟ في كتبهم أن فاطمة سفرجل الجنة، وهذا مثبت بجزء والصفحة. يقول شوف التخريف، شوف الشيعة ذولا خطباء الشيعة شلون يسطحون عقول الشيعة لما يتكلمون عن سفرجل وتفاح وضيعين وقت الناس بهالتخريف هذا. أنا أدري هذا راح يقولوا، بس بالنتيجة لما هم يردون يستهزئون احنا نترك حقنا. لقيت في الروايات الشريفة فاطمة مخلوقة من عنب الجنة، عنقود عنب ينزل للنبي، النبي ياكله تصير فاطمة، عنقود عنب فاطمة من عنب الجنة، هاي غير التفاح والسفرجل، هذا موجود بالروايات الشريفة كتبنا وكتبهم أنا مسؤول عنب. لقيت في الروايات الشريفة فاطمة مخلوقة من رطب الجنة، من رطب الجنة، رطب النبي يقول جبرائيل بالجنة أنطاني رطب، يقول ألين من الزبد وأحلى من العسل، هذا الرطب أكلت صارت فاطمة عليه السلام مثلا. بس طبعا راح أقول راح أعمق الفكرة، راح أعمق الفكرة، بس اللي يردون يقطعون هذا الكلام تعميق الفكرة ما راح يذكروا، راح يقول بس هو هذا ويخلوه مثلا للسخرية، هذا شيء يخصه ما يهمني أنا، بس الآن راح أعمق لك الفكرة. زين فاطمة رطب الجنة، فاطمة عنب الجنة، فاطمة تفاح الجنة، فاطمة سفرجل الجنة. لقيت بالروايات النبي يقول جبرائيل أعطاني شجر يعني ثمرة من شجرة من الجنة، شنو ما مذكور. لقيت بالروايات مذكور لم يترك جبرائيل ثمرة من ثمار الجنة إلا وأنطاني نموذج منها قال لي أكله أكلته صارت فاطمة، كل ثمر الجنة. لقيت بالروايات مذكور فاطمة خلقت من شجرة من نور في الجنة. لقيت في الروايات مذكور فاطمة انعقدت نطفتها من شجرة طوبى في الجنة. لقيت في الروايات مذكور فاطمة انعقدت نطفتها من ماء الجنة، من ماء يعني مو فقط من شنو؟ من ثمار أحسنتم، وإنما فاطمة من شنو؟ من ماء الجنة. هسه إذا تلتفتوا لي تشوفون مثلا القرآن الكريم لما مريم تريد تجيب عيسى بشكل إعجازي، مريم تريد تحمل بعيسى بشكل إعجازي، رب العالمين شنو قالها؟ وهزي إليك بجذع النخل تساقط عليك شنو؟ رطبا. يعني الرطب إلى مدخلية في ثقافة القرآن الكريم وثقافة الإسلام بمجيء المرتبطين بالله تعالى. زين رب العالمين قال المريم بس أكلي رطبي وقالها شيء آخر، فكلي وشنو؟ واشربي. يظهر هنا الشرب هم إلى مدخلية. فالروايات لما تقول فاطمة الزهراء انعقدت نطفتها من ماء الجنة، من رطب الجنة، يظهر هذا مو غريب أحسنته، هذا مو غريب كقرآن، هذا في عيسى حصل يوم حصل حصل، بس ما هو أعلن انتبه لي. ليش قلت لك راح أعمق لك الفكرة شوية حتى من القرآن أعمقها. يجي هذا ليسخر، أنا طبعا مرة شفت على الفضائيات التكفير والتفخيخ والتفجير قاطعين مقطع لخطيب شيعي، لخطيب شيعي يقول والتين والزيتون، التين الحسن والزيتون شنو؟ الحسين. طبعا هذا وارد بالروايات وما وارد، وارد وارد بكتبنا وحتى بكتبهم، حتى بكتبهم هم خالين الحسن والحسين تين وزيتون، شو مسوين؟ خالين شجرة ما التين وشجرة ما الزيتون، كاتبين هذا الحسن وذاك الحسين ويستهزئون ويسخرون. يقول لك شوف ذولا خطباء الشيعة شلون يسخرون من عقول جمهورهم لما يسوون الحسن تين ويسوون الحسين شنو؟ زيتون. هو الأمر هكذا، شوفني شوف انت بس باوعني، شوفني هو الأمر هتشي هتشي هذا يعني.
مثل ما يقولون الحسين تين والحسن تين والحسين عليه السلام زيتون، يعني هو هذا المقصود، هاي الشجرة يعني المقصودها ما تين وزيتون هيك يعني أمتنا عليهم السلام يقصدون هذا هيك يعني. لا بواحد هذا بواحد 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 شو الأمور هيك بهالبساطة هاي يعني تصورت هاي مدعاة سخرية وتستهزئ يعني هيك. أكو عندنا في القرآن سورة إبراهيم يوم عدنا عندنا بالقرآن أشهر آية بسورة إبراهيم يا آية ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة بالله. لا 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 تستعجل تستعجل وحدة وحدة ليش تستعجل وحدة وحدة كلمة طيبة مثل شجرة طيبة هم أنا أقدر أجيبا يعني واحد يحكي حكي طيب وأخلي بصفه شنو شجرة مال كالبتوز مثلا وأقول خل نستهزئ ونسخر ونضحك يصير لو ما يصير هو هتشي. أنا ما قاعد أفهم ذولا تسخرون من أنفسكم إذا تنظرون للأمور بهالسطحية هاي من أنفسكم قاعد تسخرون أنتم منظومة القرآن المعرفية قاعد تعرضوها كلها للخطر لما هتش تسوون يا مو قضية قاعد تأذون الشيعة وقاعد تأذون القرآن مو الشيعة لو كنتم تفهمون لو كنتم تعقلون هو هتشي ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها وين في السماء الطين شجرة في الكرة الأرضية فرعها في السماء تفضل الطين أكو شجرة بالأرض فرعها واصل للسماء شايفين زين القرآن قاعد يتكلم عن يا شجرة هنا هو يقول فرعها في السماء القرآن الكريم فهو قاعد يتكلم عن هاي الشجرة المادية لو شجرة أخرى هتشي يعني تين والزيتون هتشي بسرعة يعني أتعجب يعني شو من عقول ذولا قاعد يتكلم عن شجرة طيبة أصلها ثابت يعني معصومة ثابت يعني شجرة معصومة ثابت يعني إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ثابتة أصلها ثابت وما يعلم تأويله في سورة آل عمران إلا الله والراسخون أصلها ثابت راسخون والراسخون في العلم هاي الشجرة هاي في سورة إبراهيم وفي سورة آل عمران تعالوا ياي سورة النور مثل نوره كمشكات شيعة وسنة قالوا فاطمة بعدين سوي يقول زيتونة مباركة لا شرقية لا غربية يعني شنو لا شرقية لا غربية يعني شنو يعني ثابتة في سورة إبراهيم يعني راسخة في سورة آل عمران نفس السورة حيثيات ما تفهم أنت وش سوي لك أنا هاي الشجرة الثابتة الأصلها ثابت وفرها في السماء زيتونة زيتونة يسميها زيتونة يعبر عنها مباركة لا شرقية يكاد زيتها يضيء شوف يضيء هناك يقول في سورة إبراهيم تؤتي أكلها كل حين يكاد زيتها في سورة النور يضيء بعد يقول هاي الشجرة اللي هي مثل نور الله مثل نوره هاي الشجرة في بيوت أذن الله أن ترفع زين هاي الشجرة رجال لا تلهيهم شجرة رجال وهاي الشجرة اللي هي رجال زيتونة مباركة يعبر عنها زيتونة رجال أمتنا من هالباب هذا قالوا الزيتون منه حسين يعني ناظر للشجرة الزيتونة المباركة لا شرقية لا غربية في بيوت أذن رجال لا تلهيهم عبر عنها زيتون القرآن الكريم قالوا الحسين اللي في إبراهيم فرعها في السماء تؤتي أكلها اللي بآل عمران راسخون في العلم اللي بالبقرة وسبع مواضع من القرآن لا تقربا هذه الشجرة الله يقول للآدم لا تقربا هذه الشجرة اللي النبي بكتبنا وكتبكم قال الناس من شجر شتى وأنا وعلي من شجرة واحدة أنا أصلها علي لقاحها فاطمة فرعها الأئمة شنو أغصانها الشيعة أوراقها هي هاي هاي
هاي والتين والزيتون هذا المقصود. هذا حتى لما ما تفهم هاي الحقائق الثقيلة مشكلتك هذه. تريد تسخر اسخر، اسخر من نفسك. مثل ما الآن يسخر من الإمام المهدي، طلعوا إمامكم من السرداب صار لألف سنة، طلعوا ذا طلعون إمامكم من السرداب نعطيكم 100,000 دولار. أو أنت قاعد تستهزئ أن تسخر؟ أخوته قاعد تسخر من قوله تعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها. أنت قاعد تسخر بالقرآن الكريم يا جاهل. وعد الله الذين وعد 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 والله ما يخلف الميعاد، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، دينهم الذي ارتضى لهم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم ورضيت 18 الحجة، دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. تستهزئ أنت بوعد الله، وتستهزئ أنت كتبنا في الزبور من بعد الذكر، وتستهزئ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ليظهره. تستهزئ بهاي الآيات، أنت قاعد تسخر. تسخر بهاي ده، ما تعتقد بالمهدي تسخر بهالآيات هاي. تقول هاي الآيات مدعاة للسخرية أنت. مشكلتنا نتناقش مع جهلة أمية ما يفقه من كتاب الله آية واحدة. النصوص الدينية يكون ننظر لها على مستوى الظاهر القبلة، بس ما نكتفي بالظاهر. النص الديني إلى ظاهر وإلى شنو؟ إلى باطن، تنزيل وتأويل، تخوم وعلى تخومه تخوم. علي في نهج البلاغة يقول ظاهره أنيق وباطنه عميق. يقول علي النص تنظر له بس ظاهر. أضرب لك مثال، تدري هذا الكلام على شنو جبته؟ أرد أرجع للتفاح والسفرجل والرطب والماء واللي ذكرت لك إياه قرابة 8-9. أرد أرجع هناك حتى أعمق نظرتك للروايات اللي تكلمت عن انعقاد نطفة الزهراء. أرد أعمق شوية الفكرة، باوعني. في سورة الملك قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. سورة الملك وأنا مشتبه. سورة الملك قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا. هسه هاي الآية إلها ظاهر وإلها باطن. ظاهرها شنو؟ ظاهرها أصبح ماؤكم غورا، يعني الأرض شنو؟ الأرض امتصت شنو؟ امتصت المياه. الآبار فيها ماء وما بيها ماء، ما بيها ماء. السماء تمطر لا ما تمطر، ما تمطر. الماء حياة، ماي ماكو يعني حياة ماكو. فحياتكم بيد من مرتبطة؟ بيد الله تعالى. هاي ظاهر الآية. القبلة لو من قبلة؟ نعم القبلة، بس هو بس هاي الآية؟ لا. نجد المعصوم قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا قال إن غاب عنكم إمامكم فمن يظهره، أو إن ذهب عنكم إمامكم فمن يأتيكم بإمام آخر. الماء شنو صار؟ إمام. هاي لما تعمق قراءتك للنص، الماء صار شنو؟ إمام. أكو اشتراك بين الماء والإمام؟ نعم، الحياة. لولا الحجة لساخت الأرض بأهلها، يعني ماكو حياة. والماء جعلنا من الماء كل شيء حي. فإذا الجسر اللي يربط بين الماء ماء المادة السائلة وبين الإمام هو شنو؟ الحياة. انتبه لي انتبه لي انتبه لي. فلينظر الإنسان إلى طعامه، أكله حلال حرام شبهة، هاي ظاهر الآية. القبلة صحيح حجة، ظاهر الآية حجة. نكتفي؟ لا، نرجع لإمامنا الصادق. فلينظر الإنسان إلى طعامه إلى علمه من أين يأخذه. الإنسان مثل ما عنده جسم يحتاج طعام، عنده روح تحتاج شنو؟ علم.
إذا أكل طعام ما مغسول يو بميكروبات يو خربان يو جسمه يتمرض، وإذا أخذ علم من غير أهل العلم، علم مو صحيح، علم بمشكلة، علم كذا، هم روحه شنو؟ تتمرض. هذا ايش تعرف بينهم؟ أول واحد يكون يعمه. وهكذا. تعال إلى هاي أنه الزهراء تفاحة الجنة، سفرجة للجنة، رطب الجنة، عنب الجنة، ماء الجنة، شجرة من نور، شجر الجنة، ثمار الجنة، شجرة الطوبة، هلم جرة. الزهراء من كل هاي مخلوقة سلام الله عليها. تقدر هنا شوية تعمق القراءة، تعمقها، الظاهر صحيح بس تقدر هم تعمق القراءة شوية، تعمقها. شلون تعمقها؟ أضرب لك مثال. عندنا بالروايات كل السفرجل فإنه يقوي القلب، يخلي قلب الإنسان شنو؟ قوي. الروايات لما تتكلم عن فاطمة سفرجل الجنة بيها كناية عن شنو؟ عن القوة، عن القوة في أمر الله تعالى. هاي ذات تعمق شوي القراءة، خل أعمق لك إياها أكثر إذا تلتفت لي، أعمق لك إياها أكثر. عندنا رواية عن النبي صلى الله عليه وآله موجودة بكتب الخاص والعام، يقول رائحة الأنبياء رائحة السفرجل، ورائحة الحور العين رائحة الآس، ورائحة الملائكة رائحة الورد، ورائحة ابنتي فاطمة رائحة السفرجل والآس والورد. صلي على محمد وآل محمد. النص مرة تنظر له بنظرة ظاهرية، كلش ظاهرية، هاي سفرجل بي رائحة، الورد بي رائحة، الآسهم شنو؟ بي رائحة طيبة. الزهراء جمعت هاي الروائح الثلاثة الطيبة، الأنبياء يتمتازون بهاي الرائحة، الملائكة بهاي الرائحة، الحور شنو؟ بذيك الرائحة. الزهراء اجتمع فيها ما تفرق في شنو؟ في غيرها من روائح. هاي نجتمها أنا وياك لما نخلي عطور مثلا، نخلي عطر، هاي قراءة ظاهرية، تقدر تعمق قراءتك للنص، تقدر تعمق قراءتك للنص. شنو تقول؟ هكذا ما تفرق من كمالات، يعني هاي الروائح الواردة بالرواية ناظرة إلى كمالات الأنبياء وكمالات الحور وكمالات الملائكة، ما تفرق من كمالات في الأنبياء والحور والملائكة اجتمع في من؟ اجتمع في الصديقة الكبرى. فهنا الكلام ناظر إلى كمالات عالية، هاي الكمالات كني عنها بشنو؟ بالرائحة، رائحة السفرجل ورائحة الورد ورائحة الآس. ما تفرق من كمالات في الأنبياء وفي الملائكة وفي الحور العين اجتمع في من؟ في سيدة النساء كما يقول صلى الله عليه وآله. حسنا القراءة تعمقت وما تعمقت؟ تعمقت. بتعبير آخر إذا تلتفت لي، بتعبير آخر، النبي مو يقول بكتبنا وكتب غيرنا من أراد أن ينظر إلى آدم في علمه، هنا الكلام عن كمالات ومو كمالات، ها؟ كمالات. من أراد أن ينظر إلى آدم في شنو؟ في علمه. وعلم آدم الأسماء كلها، فمن أراد أن ينظر إلى آدم في علمه يعني الأسماء كلها، ومن أراد أن ينظر إلى نوح في فهمه، واصنع الفلك، اصنع الفلك في فهمه، أو ففهمناها سليمان، ففهمناها القضاء. من أراد أن ينظر إلى نوح في فهمه، من أراد أن ينظر إلى موسى في شدة أخذ برأس أخيه، موسى كان شديد، موسى عصبي لله، يعني الألواح كسرها بعد، التوراة كسرها موسى، ألقى الألواح، هو صار لأربعين يوم بالميقات حتى يحصل الألواح، حصلها كسر لما شاف بني إسرائيل يعبدون العجل، ألقى الألواح، أخذ برأس أخيه. من أراد أن ينظر إلى موسى في شدته، من أراد أن ينظر إلى عيسى في زهده، أكل من حشائش الأرض حتى بين على جسمه، كان يأكل حشائش الأرض عيسى. من أراد أن ينظر إلى يوسف في جماله، قد شغفها حبا يوسف. من أراد أن ينظر إلى إسماعيل في صدق وعده، واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادقا. من أراد أن ينظر إلى داود في فصل خطابه، فصل الخطاب.
من أراد من أراد من أراد فلينظر إلى علي بن أبي طالب، فما تفرق من كمالات في الأنبياء اجتمع في من؟ في علي عليه السلام. ولهذا أنفسنا وأنفسكم فاقهم علي، ما تفرق فيهم اجتمع فيه. هنا النبي يقول ما تفرق في الأنبياء والملائكة والحور اجتمع في من؟ في فاطمة، كما اجتمع في من؟ في علي. ولهذا لو لم أخلق عليا ما كان لفاطمة كفء آدم فمن دونه، فكفء خير البشر، خير البشر لا بد أن يكون بالتناسب يعني. عفتوني؟ تعبنا؟ هاي داري نعمق قراءة النص لهذا شوية، ما يهضم هالسفرجل والتفاح والرطب وهذا، الآن عمقنا النص، انتقلنا إلى الكمالات، مع أن اعتقادي الظاهر صح وتعميق المحتوى هم شنو صح، ثنين صح، ماكو تناقض واختلاف بينهما. أنا الآن أريد أسوي اختبار للإخوة، طبعا بس المتأكد يجاوبني، ما متأكد هم ليجاوب. أنه الظاهر صح والباطن صح ويجمع بينهما جسر اشتراك. مثلا في قوله تعالى وهي من آيات الأحكام في الحج، ثم ليقضوا تفثهم، ثم ليقضوا شنو؟ تفثهم. يسأل المعصوم عليه السلام شنو معنى ثم ليقضوا تفثهم؟ قال يزيلوا وسخهم، الإمام عليه السلام يزيلوا وسخهم. الحجاج يصلون إلى مرحلة بالحج يزيلوا وسخهم، يعني شنو يزيلوا وسخهم؟ يقلمون أظافرهم مثلا، يقصون شعرهم مثلا، يزيلوا وسخهم، عبر القرآن الكريم باوعلي. الإمام ايش قال له؟ قال له يا ابن رسول الله، قال نعم. قال له شو البارحة كان يمي ذريح المحاربي ومن أصحابك سألك عن نفس الآية، تم جاوب غير جواب. الإمام قال ليش نقل ذريح عني؟ قال له أنت سائل ثم ليقضوا تفثهم، هو سائلك، أنت قايل له يا ذريح يلتقوا بإمامهم، هو هيك نقل عنك. الآن أنا سألك نفس الآية تقول لي يزيلوا وسخهم، يلتقوا بإمامهم وين؟ يزيلوا وسخهم وين؟ اللي نقل ذريح صحيح؟ قال نعم صحيح، أنا قايل له. ومن يحتمل ما يحتمله ذريح، الإمام قال له أنا ذريح قلت له على قد عقله، وأنت قلت لك على قد عقلك، جاوبتك بالظاهر وجاوبته بالباطن. زين هسه هنا أنا أكو تناقض بين الظاهر والباطن، وأكو جسر اتصال جسر اشتراك. شنو هو جسر اشتراك؟ لا تستعجل، ليش واحد يستعجل؟ شوي يفكر. صار عندنا يلتقوا بإمامهم، هذا يمثل بطن النص. يزيلوا وسخهم، هذا يمثل شنو؟ ظهر النص. ولابد أكو جسر اشتراك بينهما، بين الظهر والبطن، حتى القضية ما تصير فوضوية. شنو جسر الاشتراك؟ قريب قريب، مو قضية بس الطاهر، حتى الوسخ، الوسخ لما يجي الإمامة يرجع من إمامة شنو؟ طاهر ونظيف. يعني ظاهر الآية يزيلوا وسخهم، باطن الآية التقوا بإمامهم، هم إذا التقوا بإمامهم شنو؟ ينزال وسخهم. أثبت لك هاي الحقيقة قرآنيا، حتى ليش تروح بعيد؟ قرآنيا. ولو أنهم اظلموا، ها خوش، ولو أنهم اظلموا أنفسهم، ظلموا أنفسهم يعني شنو سووا؟ ارتكبوا ذنوب، اقترفوا بتعبير أدق، اقترفوا. ولو أنهم اظلموا أنفسهم جاءوك، جاءوك، شوف ظلموا أنفسهم اتسخوا، جاءوك التقوا بنبيهم بإمامهم. ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا، نظفوا يوما نظفوا. شوف الإمام يقول الواحد يزيل وسخهم، ويقول للثاني يلتقوا بإمامهم، ظهروا بطن، هم إذا التقوا بإمامهم أزالوا
وسخهم صار يستفترك. ما اتضحت الفكرة؟ النص مو كل واحد يعرف يقرأ النص الديني، إلى أهله مولانا النص الديني، إلى أهله. الإمام الصادق مرة ثبت هذه الحقيقة تروح المصيبة، ما كملنا سحنا بقية مراتب الحب، الحب الغالي، بس راح أجيب آياتها. الحب هذا الحب التام، إحنا بعد الحب التام. أكو الحب الغالب، الذين آمنوا أشد حبا لله، أشد يحبون يا رب العالمين أمور أخرى، بس حبهم الأكثر علما لله. الحب المغلوب، وإذا رأوا تجارة أو لهوا فضوا إليها وتركوك، حب مغلوب مولانا هذا. الحب الباطل، أركض ببر إبليس من الصبح لليل رب العالمين هم مالي شغل بي، وهذا حب شنو؟ حب باطل. بس كل واحدة من ذنيها يحتاج كم محاضرة يعني، بس بعض ذنيك بس إشارات سريعة. بس جاي أنه النص مو كل واحد يعرف. واحد دخل على الإمام الصادق يدعي معرفة النصوص وفهم النصوص وفقه النصوص، الإمام قال له كل شيء تعرف؟ قال له يعرف. قال له سؤال، قال سلي ابن رسول الله، قال له جدي النبي قال للأجدادي أمير المؤمنين وفاطن وحسن حسن أنتم المستضعفون من بعدي. شنو معنى المستضعفون؟ قال له يا ابن رسول الله سهلة. قال له شنو؟ قال له المظلومون. مستضعفون يعني شنو؟ مظلومون من بعدي وأجدادك مظلومين. الإمام قال له بس هاي عمق لي النص شوية، تعمق بقراءته. قال يعني شلون تعمق؟ قال له أنتم المستضعفون يعني أنتم الأئمة من بعدي. قال له شلون مستضعفون أئمة؟ قال لقوله تعالى ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض، استضعفوا ونجعلهم أئمة. فالنبي لما قال لهم أنتم المستضعفون يعني شنو؟ يعني أنتم الأئمة من بعدي. وطبعا الإمام يقدر يعمق له أكثر، يعني يجيب له وجه ثالث ورابع وسبعين وثمانين ومية. نعم، بس هو ما سأل، يعني هو كان المفروض يقول ابن رسول الله عمقها أكثر. شو يقول له؟ هو ما سأل، ما لسه اكتفى بهاي، اندهش عاف الإمام وطلع. شو نقدر؟ كلامنا يحمل على سبعين وجه يقولون سبعين. بس الناس مع الأسف مو كلش عرفت شلون تستفيد منهم. إنها هنا لعلما جما لو أصبت له حمل، يقول علي. جابر الجعفي مرة دخل على الصادق قال شوي تسولف لي، قال له مدعوف، قال شوية شوية طيني شوية من علمك أنا أتحمل. الإمام قال تتورط بي، ما عندك من تسولف له يعني؟ قال له ما يخالف شوي. سولف للإمام، وجه ثاني يوم للإمام ما نايم عيونه حمر. الإمام قال له ها خير شبيك ما مرتاح؟ قال له العلم يجوش في صدري يا ابن رسول الله، سولفه ولا اموت. قال له اطلع للصحراء احفر لك بير، سولف ريح صدرك. قام يطلع للصحراء يحفر بير، يقول له قال الصادق كذا، قال الصادق كذا. ما كنا نتحمل. الله يقر عيوننا برؤيه امام زماننا سلام الله عليه، ونستفيد تحت منبره. إحنا الآن يتامى بغيبة إمام زماننا، كنا يتامى، كلنا يتامى إحنا الآن بغيبة إمام زماننا عجل الله تعالى فرج الشريف. مجلسنا بأهل فضل، مجلسنا بأهل علم، أتجاسر بحضورهم، الله يعزهم جميعا ويحفظهم ويديهم ويعزهم إن شاء الله، ويحفظكم ويعزكم. طولنا عليكم، أذيناكم، نعتذر منكم كثيرا. إن شاء الله دائما نشوف هاي الوجوه بخير وعافية وصحة وسعادة بجاه محمد وآل محمد. الله يحفظ بلدنا، اللهم احفظ العراق واحفظ أهل العراق، اللهم احفظ شبابنا الأحبة بمحمد وآله الطاهر، واحرسهم بعينك التي لا تنام. ملامة أهل البيت كبيرة ملامة، وإلا الزهراء أمير المؤمنين عليه السلام قاعد يوصي، يجي يقعد يم الزهراء توصي بعدة وصايا. من أشهر وصاياها ومن أهم وصاياها تقول له تفني ليلا، عود ليش يعني؟ إذا نامت العيون كذا هدأت الأصوات، على شنو؟ أنت بنت رسول الله، خلي الناس تطلع الضج بتشييعك. اليسوى والميسوى الناس الشيعة، اليسوى والميسوى الناس الضج بتشييعك. ليش؟ قالت له لا تفني ليلا. بعد شوف ظلامة، قالت له قبرهم
اخفيه يا امير المؤمنين، ما اريد واحد يندل قبري او يوقف على قبري، حتى ظهور ولدي قبري اخفي، خلي قبري هات ابد قبري اخفي، وادفني ليلا، صلي علي انت وكم واحد اللي وياك العشره اللي وياك، ما اريد واحد، وقبري هم. بحيث ثاني يوم لما اجوا يبحثون عن قبر الصبح هذا فلان وفلان، جو الصبح دقوا الباب طلع لهم المقداد الكندي الكوفي، قالوا له وين نحش الزهراء اللي نشيعها؟ لان هم من اجوا قالوا لهم باكر ان شاء الله تعالوا نشوف شو يصير باكر، لا تستعجلون، الامام علي بعد ما مغسل الزهراء كون يغسلها وشي، وتعالوا باكر. اجوا الصبح طلع لهم المقداد، الامام علي ما طلع، قالوا له مقداد شو وقت التشيع؟ قال لهم اي تشيع؟ قالوا له تشيع الزهراء، قال لهم دفنت فاطمه، دفناها وانتهت بالليل. فضربه فلان على راسه، ضرب المقداد على راسه، قال له اضربني على راسي، انتم ضربتم فاطمه على راسها. المقداد شنو قيمته امام الزهراء؟ انتم فاطمه ضربتوها، المقداد ما ضربوه، ضربني. فش قال لي المقداد؟ قال له اكو قبر جديد بالبقيع راح انبشه، وأطلع الزهراء ونصلي عليها وندفنها. قال له والله الأمر إليك، إيش تريد تسوي سوي، فاطمة اندفنت. رجع خبر أمير المؤمنين عليه السلام، قال له هذا يقول شكو قبر جديد راح ينبش ونطلع الميت البيوة. أمير المؤمنين عليه السلام هكذا قال كلمته المعروفة، قال دخول بيتي أخبرني به حبيبي المصطفى وقال لي اكظم غيظك، أما نبش قبور الموتى النبي ما قال لي أصبر، أنا بعد النبي ما وصاني. ثم نادى علي بقباء الأصفر، طبعا القباء الأصفر الإمام كان يلبسه بس بالحرب، قال علي بالقباء الأصفر، جابوا له قباء الأصفر وأخذ سيفه وطلع يمشي أمير المؤمنين بشوارع المدينة حتى يشوفوه ولابس قباء أو سيفه بإيده، وهو يقول يا أهل المدينة رسول الله لم يوصني بنبش قبور الموتى، والله إذا امتدت يد لقبر ميت من أموات المسلمين أقطعها، والأمر لكم، أنا ما حد موصيني بنبش قبر. وصل الخبر إلى الثاني، خاف، شاف أمير المؤمنين طالع لابس قباء الأصفر سيف بإيده، خاف فترك الأمر وقال خلص فاطمة اندفنت اندفنت، انتهى الموضوع. رجع أمير المؤمنين للدار وقد دفنها علي بن أبي طالب، رجع للبيت لقى بنيته قاعدة بالبيت تقول يا أم البيت بعدك موحش البيت، هذا اللي يدفن أم البيت ويرجع للبيت، هنا قامت هنا قعدت هنا أكلت هنا شربت هنا، يبقى يتذكر يعني الله يرحم أمهاتكم ويحفظ الموجودات ويشافي المريضات يشفي المريضات بجاه محمد وآل محمد. لقى زينب تقول يم البيت يم البيت بعدك موحش البيت ومكزورة قلب يا يم ظلت يا با مكزورة قلب يا يم ظلت كون الون يرد الراح وني يما كون الون يرد الراح والنيت والنيت طول الدغر ومصاب سويت. هذا يوم زينب تسولف بيه عن وحشة بعدك موحش البيت. اكو يوم ثاني قالت اظلم علينا الليل وازدادت الوحشة وما اشوف غير ايتام تتصارخ بدهشة شيخ العشيرة حسين ما حد شاف مطروح وبصف علي الأكبر وجسام مرت علي أخي تدقل قلبك يا دفان من كل الرحم خالي ولك ثلاثة أيام عايف جذة الوالي حارب وانجتل حارب وانجتل بالحرب من بالي ليجمع الطلي أيام وليالي يا يابا وليالي إذا ماكو مجان احفر بدلالي إذا ماكو مجان إذا ماكو مجان احفر بدلالي. بعد سمعها أمير المؤمنين تقول الزينب سمعها تقول عليك معودة ما نام وحدي جن اللي ألواني دع على خدي
بنيه عمرها 5 سنين تنام يم امها، وين تنام البنيه؟ يم امها. عمي البنيه متعوده تنام يم امها، زينب مفارقه امها، تقولها عليك معوده ما نام وحدي، يمر الليل واني يد على خدي، وتفيض عيوني بالدمعه وتبدي من راحه امي ايش بقى عندي. هذا يوم واكو يوم ثاني قالت بيمزه المزه يا حسين وحدي، متحيره ويد على خدي، ما ظل ولي يا اخوي عندي. اي والله لما غسلها امير المؤمنين عليه السلام، زينب كانت تنظر الى ابيها تقول له عليها من تصب الماي بهداء، يا خاف ضلوحه يلشمهن الماي. ويا عليها من تصب الماي بغداي بغداي بغداي، خاف ضلوعه يلشمهن الماي، وبعد اثار طقات العبد هاي، بضلع امي ابويا خلي فنداي. هذا يوم واكو يوم ثاني ركبت خيلها وقامت تغشمه، ولا خلت ضلع سالم بجسمه. شنو هالمصائب؟ ما تقول لي شنو هالمصائب هاي؟ يا با ولا خلوا ضلع سالم بجسمه، بس خلوا يسيل حسين دمه. يا وصفة يا با عبد الله. يا با بس خلوا يسيل حسين دمه، وغار على الخيم وعليها غارة. هنا أنا أقول لك شيء وأختم. فاطمة الزهراء طلعت من بيتها المسجد أبيها ورجعت المسافة قليلة. لما رجعت بس ضربوها، العبد ضربها قنفذ، خالد ضربها، ذاك ضربها، هذا ضربها، مسافة قليلة يعني ما طولت، دخلتها للمسجد ورجعتها فد 10 دقائق ربع ساعة. مع ذلك لما رجعت مرت على قبري أبيها، قالت له قل للمغيب تحت أطباق الذرى لو كنت تسمع صرختي وندائي. تسمع يا لا تسمع؟ صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام، صرنا ليالي يا صرنا ليالي. أقول شنو تقول بت هاي السيدة اللي مشت من كربلاء إلى الكوفة، ومن الكوفة إلى الشام، ومن الشام إلى كربلاء، ومن كربلاء إلى المدينة. جاء إذا الزهراء تقول صرنا ليالي، زينب شنو تقول بالله عليك؟ الشاعر يقول الحادي حين مر بزينب وفات، والله الحادي حين مر بزينب وفات، وقف ينباب اللي يكرهون وقفات، كله ينبيبان اللي يكرهون، وقف ينباب اللي يكرهون وقفات وقفات، وسمعوا زينب أقسى كلمات. بعد يكرهون هم غير يكرهون؟ يا بسمعوا زينب أقصى كلمات، هاي لأخوها من العطش مات. هتش شمتوا بيها، هتش أذوها. يا بقالوا هاي لأخوها، هاي لأخوها، هاي لأخوها، هاي لأخوها من العطش مات.